الحقيقة أجواء المباراة طيبة جدا وتعكس قيمة الناديين وقيمة علاقة وادي النيل وقيمة الكرة المصرية والسودانية بين أشقاء. وفد من الهلال من المريخ السوداني الشقيق برئاسة الأستاذ عمر محمد عبد الله، ده عضو مجلس إدارة نادي المريخ ورئيس بعثة الفريق للقاهرة، حضر على رأس وفد من النادي السوداني الشقيق اليوم لمقر النادي الأهلي في الجزيرة لتكريم الأهلي وتهنئته على الفوز ببرونزية بطولة العالم. استقبلهم العميد محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي، وقام رئيس بعثة المريخ بإلقاء كلمة قال فيها إن الأهلي المصري شرف الكرة المصرية والعربية والأفريقية في مونديال الأندية كعادته دائما، وتمنى له إنه أو تمنى إنه المريخ يسير على نهج النادي الأهلي هو والأندية السودانية في هذا الدرب الأهلاوي للصعود لمنصات التتويج في كافة المحافل الدولية. وعضو مجلس إدارة المريخ ورئيس بعثته وجه شكر للنادي الأهلي على حفاوة الاستقبال وحسن الضيافة وتلبية كافة متطلبات الفريق منذ وصوله للقاهرة، وأكد أن الأهلي سيلقى نفس الحفاوة والترحاب بالتأكيد في السودان من منطلق العلاقات الطيبة والتاريخية والأخوية اللي بتربط الأشقاء في مصر والسودان. العميد محمد مرجان المدير التنفيذي رحب بالوفد السوداني وشكرهم على لمسة التكريم، وقام بإهداء رئيس بعثة المريخ درع وعلم النادي الأهلي تقديرا واحتراما.